السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي تلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة الرياضية منها، يوم رياضي آخر وجديد نتواصل فيه معاكم من خلال الدوري الوطني لهوكي الجديد، وتحديدا من صالة عجيل عجران في نادي الألعاب الشوتية بمنطقة بيان، وجولة جديدة من جولات الدوري الوطني لهوكي الجديد موسم 2024-2025، ومباراة اليوم اللي بتنطلق إن شاء الله خلال دقائق بين فريقي نادي البحرين ونادي كويت موسيتس. ولكن قبل الحديث عن لقاء اليوم وجولة اليوم من جولات الدوري الوطني لهوكي الجديد، باسمكم مشاهدي الكرام أرحب بضيفي الكريم ومحلل القناة الثالثة الرياضية للدوري الوطني لهوكي الجديد الكابتن أحمد العجمي. حياك الله يا كابتن معانا، وسعداء بهذا التواصل معك في هذا الاستديو. سعد ومسي عليك وعلى الساده. مسيك مثل كابتن احمد، حياك الله معنا. كابتن احمد، بدايه خلينا نتكلم ولو بشكل بسيط عن مباراه الجوله السابقه بدايه، واللي كانت بين نادي البحرين من مملكه البحرين الشقيقه مع نادي كويت كاملز، واللي انتهت بتفوق نادي البحرين بنتيجه 6 أهداف مقابل هدفين. خلينا نتكلم ولو بشكل بسيط وموجز عن هذه المباراه، شلون كانت؟ يعني شوف، هو بداية الشوط الأول نوعا ما كانت صعبة على الفريقين. نعم. يعني متكافئة خلنا نقول. نعم. الشوط الثاني قدر يعود فريق كاملز طبعا. نعم. ويطلع فارق هدف 3-2، ولكن الشوط الثالث تغير مجرى المباراة لصالح نادي البحرين كون يمتلك لاعبين خبرة، وصار يعني ما أدري شنو صار بفريق كويت كاملز. نعم. الفريق كان يعني مجملا في هذا الشوط سيء. نعم. كان فريق كاملز كابتن، اتكلم تحديدا عن الشوط الثاني، عند الرغبه عند الروح، ولكن ايش اللي صار بالفريق تحديدا في الشوط الثالث مثل ذاكر وضيع المباراه من عنده؟ شوف، انا قلت لك الشوط الثاني طلع هو بفارق هدف، فلاعبينا ما يمتلكون الخبره الكافيه، فدش في تسرع خلينا نقول. نعم. او في تهور في بدايه الشوط الثالث لكي يعود في المباراة. نعم. ولكن خبرة لاعبي البحرين قدروا ياخذوا المباراة. شوف معك كابتن احمد، معكم مشاهدينا، هذه جولة او مباراة الجولة السابقة واللي كانت بين كويت كاملز ونادي البحرين، واللي انتهت بتفوق نادي البحرين بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين لكويت كاملز. بالتأكيد من خلال هذه المباراة عزز كابتن أحمد نادي البحرين يعني ترتيبه في جدول الترتيب، وارتفع رصيده إلى 4 نقاط، واستمر رصيد نادي كاملز بالنقطتين. نادي كاملز عنده نقطتين أو نقطتين أو نقطة واحدة؟ لا، ولا نقطة عنده كاملز. كاملز ولا نقطة. موسيت اللي عنده نقطتين. موسيت اللي عنده نقطتين. أوكي. الـ4 نقاط اللي حصل عليها الآن نادي البحرين، شو تمثل له من دافع في مواصلته على المنافسة على اللقب؟ هو شوف، من الطبيعي يعني البحرين كون الملعب يعني مختلف عليه الأجواء، فشوي قاعد يدش بجو الدوري. نعم. خلينا نقول جو المباريات. نعم. وكل مباراة قاعد يرتفع الرتم عندهم، مثل ما فعل في الموسم السابق. نعم. من المركز الأخير وصل إلى المركز الثالث في نهاية الموسم. صحيح. فأتوقع الموسم هذا راح يختلف، إنه راح يدخل مع الوريور أو ستارز، يكون عنده طموح أكبر يعني. طبعًا. خلينا نشوف معك أيضًا كابتن أحمد العرض الخاص بالتسديدات المباراة السابقة بين الفريقين، واللي كانت بين فريق نادي البحرين ونادي كويت كاملز. نشوف كابتن أحمد، 23 تسديدة لفريق كويت كاملز مقابل 29 تسديدة لنادي البحرين. هناك تقارب في التسديدات كابتن، وكان بالإمكان لنادي كويت كاملز إن على الأقل لو يطلع بتعادل في هذه المباراة، ولكن يعني حدث شيء ما اللي ضيع المباراة من نادي كويت كاملز. يعني احنا شفت حد يعني تكلمنا في المباراة السابقة إن لو يعني عندهم لاعب واحد خبرة صحيح كان هدى الرتم، كان يعني عرف شويه يوجه اللاعبين الصغار اللي معه. ولكن حتى التسديدات اللي شفناها يعني ما كانت خطره اغلبها، لان يعني اللاعب كان يوصل ولكن يفتقد الى التركيز في الفاينل شوت. نعم. فهذا اللي كان يعيب فريق
كاملز، ولكن في الى الان انا اقول لك في الشوط الثالث لم يقدم اي شيء فريق كاملز. فريق كاملز نتمنى التوفيق للفريقين وتحديدا فريق الكويت كاملز في باقي مبارياته في منافسات الدوري الوطني للهوكي الجديد. نشوف معاكم ايضا مشاهدينا الكرام التقرير الخاص بمباراه الجوله السابقه واللي كانت بين نادي البحرين ونادي كويت كاملز، ومن بعد التقرير ان شاء الله نرجع لكم والحديث عن جوله اليوم. تحت رعاية وتنظيم نادي الألعاب الشتوية أقيمت مباراة في بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال في يوم العاشر، والتي جمعت بين فريق كويت كاملز ونظري فريق نادي البحرين. كانت مباراة محسومة من جانب فريق نادي البحرين لضمان الفوز والسيطرة على الملعب. وذكرنا قبل المباراة بأن فريق نادي البحرين يصنع المفاجآت، والآن نشاهد فوزه على فريق كويت كاملز بنتيجة غير مرضية لفريق كويت كاملز بسبب تقارب المستوى بينهما. كما نلاحظ تقارب التسديدات بين الفريقين، لكن فريق نادي البحرين كانت لديه تسديدات رائعة وتركيز عال، حيث كانت لديه 29 تسديدة من بينها 6 أهداف، بعكس فريق كويت كاملز الذي كانت لديه 23 تسديدة من بينها هدفان. وانتهى اللقاء لصالح فريق نادي البحرين بنتيجة 6-2. ورجع معكم مشاهدين من جديد بعد ما شفنا التقرير الخاص بجولة أو بمباراة الجولة السابقة واللي كانت بين نادي البحرين ونادي كويت كاملز، واللي مثل ما ذكر وأكد التقرير بأن انتهت لصالح نادي البحرين بتفوق 6 أهداف مقابل هدفين لنادي كويت كاملز. يعني نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة بالتأكيد في الدوري الوطني هوكي الجديد، ونتمنى من نادي كويت كاملز أنه يطلع بصورة أفضل وأحسن في الجولات القادمة. مثل ما أكد الكابتن أحمد أن مستوى نادي كويت كاملز خلال منافساته في الموسم الماضي كان مختلف تماما عما نشوفه من خلال هذا الموسم. كابتن خلينا نتكلم الآن عن جولة اليوم، مباراة اليوم عندنا نشوف معك أيضا كابتن أحمد سلايد أو العرض الخاص بجولة اليوم بين كويت موسيتس ونادي البحرين. عندنا كويت موسيتس حاصل على نقطتين من فوزه بالهدف الذهبي على نادي البحرين، والنادي البحرين عنده 4 نقاط في جدول الترتيب. خلينا نتكلم في البدايه كابتن قبل لا نتكلم عن الترتيب في الجدول جدول الفرق، خلينا نتكلم عن استعدادات الفريقين لهذه المباراه. طبعا اكيد البحرين من المفترض انه يحضر بشكل افضل من فريق موسيتس. نعم، كونه يعني خسر في المقابله الاولى في بدايه الموسم بالهدف الذهبي. الهدف الذهبي. أيضا فريق موسيتس يبي يعادل فريق نادي البحرين في النقاط. صحيح. ولكن خلنا نقول البحرين يعني يبي يرد الدين اللي عليه. نعم. مباراة مهمة طبعا لفريق البحرين عشان شوية يعني خلنا نقول الكريدت ماله يصعد شوية مع الفرق في النقاط. نعم. في المقدمة. فأتوقع أنا يعني البحرين محضر بشكل أفضل، لأن أنا يعني شفته من قبل أمس هو موجود في الكويت. نعم. فمعناتها أنه جاهز بالضبط، جاي يجهز للمباراة عشان يأخذ 3 نقاط. نعم. وأيضا فريق موسيتس طبعا مثل ما قلت لك يبي يعدل جدول الترتيب أنه يتعادل مع فريق البحرين لو فاز. نعم. بيصير هو لا بيطوف بيصير 6 نقاط 5 نقاط عفوا 5 نقاط. فمعناتها أن المباراة مهمة لكل الفريقين. نعم. ولكن أنا أشوف أن البحرين يعني جاهز اكثر. هذا كان بنتكلم عن تفاصيل المباراه اكثر كابتن وعن اللاعبين وعن مفاتيح اللعب في الفريقين، ولكن خلينا نشوف معك كابتن احمد معكم مشاهدينا التقرير الخاص بجوله اليوم بين فريقي نادي البحرين ونادي كويت موسيتس، ومن بعد التقرير ان شاء الله نرجع نتكلم بشيء من التفصيل عن جوله اليوم مباراه اليوم في الدوري الوطني لهوكي الجليد.
تتواصل منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال لموسم 2024-2025 ليوم 11 في صالة الألعاب الشتوية بمنطقة بيان، حيث سيلتقي فريق كويت موسهاد بنظيره فريق نادي البحرين. وتعتبر هذه المباراة الثالثة لفريق نادي البحرين حيث لعب مباراتين وفاز بهما جميعهما. ونلاحظ بأن لقاء اليوم هو اللقاء الثاني لكلا الفريقين هذا الموسم، حيث فاز فريق نادي البحرين في أول مباراة جمعت بين الفريقين. أما بالنسبة لفريق كويت موسهاد فهذه هي المباراة الخامسة له، حيث خسر في 4 مباريات ولم يحصل على الفوز في هذا الدوري، ويعتبر تصنيفه سيئا بالنسبة لترتيب الفرق في هذا الدوري. فنحن على موعد مع مباراة حماسية اليوم بين الفريقين بسبب تنافسهما في لقائهما السابق الذي انتهى بنتيجة 7-6 لصالح فريق نادي البحرين. ولا ننسى أن فريق نادي البحرين لديه إمكانات ويصنع المفاجآت في هذا الدوري. رجعنا معكم مشاهدين من جديد، وشفنا معاكم التقرير الخاص بمباراة أو جولة اليوم في الدوري الوطني لهوكي الجليد بين فريقي كويت موسهاد ونادي البحرين، أو نادي البحرين وكويت موسهاد. أن نادي البحرين الآن يحتل المركز الثالث ب4 نقاط وكويت موسهاد بنقطتين في المركز الرابع. أذهب سريعا للكابتن أحمد العجمي. كابتن، خلينا نتكلم الآن عن استعدادات الفريقين لهذه المباراة، مفاتيح اللعب للفريقين بهذه المباراة، أيضا تفكير المدربين لهذه المباراة. شوف، البحرين طبعا أنا من وجهة نظري راح يبدي بسامح حجازي، نعم، وعبد الله ساير، وأحمد وليد، وعبد الله المطوع، عبد الله الجناحي. يعني راح ينزل كل مفاتيح اللعب اللي عنده تقريبا، نعم، عشان يأمن النتيجة ويقرا الفريق اللي الخصم، نعم، عشان يعطي يعني رؤيه اوضح حق اللاين الثاني لا نزل. فانا من وجهه نظر البحرين راح ينزل في الاسماء اللي انا ذكرت والعناصر اللي انا ذكرتها، نعم. بالمقابل فريق موسهاد، لا، فريق موسهاد راح يبدي ب فيصل سعد في الدفاع، نعم، محمد النمش، وفي الهجوم ريتشارد، نعم، وجوني وستيلي، نعم، ايضا مغير في العناصر، يعني، نعم، ايوه، عشان هم بالمقابل يبي يامن النتيجه والشوط الاول، يعني، وانه يطلع باريحيه في الشوط الاول، كون انه طبعا هو عارف ان فريق البحرين معنويا افضل منه، نعم، انه جاي من فوز ويبي يكمل على نفس العنوان، نعم، بالضبط. فهو حاسب حساب الشيء هذا، نعم، انه يعني خلينا نقول انه ما خلي اول الدقائق يسجل فيني، يسجل، على ان اخذ انا بعض المناوشات في الهجوم، نعم، يمكن على وعسى اني اسجل. بالحديث عن النقطه هذه كابتن، طريقه اللعب اللي راح يبدا فيها الفريقين، اذا ما تكلمنا عن نادي موسهاد، نادي كويت موسهاد، وبعد ذلك عن نادي البحرين، هل راح نشهد تسكير منطقه، فاست بريك، نقل الباك، تغيير المراكز بين اللاعبين، شو اللي راح يعتمد عليه المدربين الفريقين في هذه المباراة؟ لا، شوف، الفريقين ما حد راح يسكر من وجهة نظري، مفتوح اللعب اليوم راح يكون، لأن أنا قلت لك الفريقين عندهم الرغبة في التسجيل، عندهم الرغبة في أخذ نقاط المباراة، فأتوقع راح نشوف المباراة مفتوحة، نعم، خصوصا من الجهة اليسرى لفريق موسهاد، موسهاد، ومن الاختراق عبر الوسط من فريق البحرين، وعندهم الفريقين المفاتيح اللي تساعدهم على تطبيق الخطة، نعم، عندهم بالضبط، عندهم هذا. طيب، خلينا ناخذ كابتن طاقم التحكيم اللي عندنا في مباراة اليوم. اليوم عندنا التحكيمي أنتون، نعم، وزهرة الهندال، وشوق الهندال، وشعيب الشعيب، نعم. أتمنى التوفيق لطاقم التحكيم كذلك للفريقين بتقديم مباراة جميلة وممتعة وشيقة لعشاق هذه اللعبة، بالتأكيد أولا وأخيرا لمحبي هذه اللعبة من الفريقين. آخر توقع كابتن أحمد في الشوط الأول. 2-1 البحرين. 2-1 البحرين. أتمنى التوفيق للفريقين. انتقل معكم مشاهدينا في هذه الأثناء إلى أرضية الملعب وأحداث مباراة الشوط الأول بين فريقي نادي البحرين و
ونادي كويت موسيدز في جولة جديدة من جولات الدوري الوطني للهوكي الجليد، ونرجع نلتقي معكم إن شاء الله من بعد نهاية الشوط الأول. مشاهدة ممتعة طيبة إن شاء الله. نقدم لكم من نادي الألعاب الشتوية في صالة المرحوم عجيل العجران دوري الوطني لهوكي الجليد بين فريقين موسيدز وفريق البحرين. فريق البحرين في اللون الأبيض وفريق موسيدز في اللون الأخضر. الدوري في بدايات الدوري الوطني لهوكي الجليد، والآن راح يبلش الشوط الأول. حكام الساحة بين إليا وفاليري، حكام من دولة روسيا. في بداياته هذا الحارس وليد المزين فريق موسيدز، وراح يبدأ الشوط الأول. فريق البحرين، جميع الدوري الروسي والتشيكي وهذا جميع الدوري إنه يبلشون في دول ثانية، يعني فريق البحرين لتقوية الدوري يشارك، ما في حتى في عندك بروسيا يشاركون من دول مجاورة يمهم، والتشيك يشاركون فيهم، فريق بولندا، فريق كندا، كل الدول المجاورة يشاركون في الدوري. بدأ الشوط الأول، يأخذها عبد الله الجناحي. عبد الله الجناحي وياه الفت، عبد الله الجناحي ياخذها الحين. فريق البحرين وياه الباك، يقطعها شملان، تنقطع ياخذها ويصدها الحارس، حارس وليد، وترجع عند عبد الله الجناحي. عبد الله الجناحي شوت عبد الله، برافو. ترجع عند احمد وليد، وفي خطأ على اللاعب فريق البحرين، ياخذ الحكم عبد العزيز الخشان. تلعب
تنقطع ياخذها وترجع عند سامح، سامح ياخذها احمد وليد، احمد وليد ويا البك ترجع ثاني مره عند عبد الله الجناح وتنقطع وياخذها، ياخذها محمد، محمد وليد وتنقطع وياخذها احمد وليد، احمد وليد يعدي، يعدي احمد وليد تنقطع منه، من رستم تنقطع من احمد وليد وياخذها ويهاجم، يهاجم ثاني مره عبد الله الجناحي مع البك، عبد الله الجناحي تنقطع منه يعطيها عبد الله المطوع وترد عند عبد الله الجناحي، تنقطع وياخذها رستم، رستم مع البك، رستم يعدي، برافو برافو، ترجع تنقطع ثاني مره، تنقطع عند احمد وليد، احمد وليد يعدي، يعدي لاعب سريع احمد وليد، برافو، في تبديل فريق البحرين وترد ثاني مره ويصدها، برافو برافو، وهدف، هدف هدف لفريق البحرين، لا تزال النتيجة 1 فريق البحرين 0 فريق موسد، وترجع ثاني مرة الباك عند الحكم، حكم عبد العزيز الخشان، وفي تبديل فريق البحرين وترجع ثاني مرة، البك مع الحكم، كل لعب ترجع، ترجع عند حجازي، سامح حجازي تنقطع منه عند رستم، رستم شوت، برافو برافو رستم، وتنقطع منه وياخذها، ياخذها محمد، ترجع عند عزيز الصفي، تنقطع منه، تنقطع منه من عزيز الصفي، ترجع ثاني مرة عند رستم، أقرب لها، أقرب لها حجازي، ياخذ أحمد وليد، أحمد وليد مع البك وشوت، برافو محمد، ترجع عند محمد خالد وشوت، برافو برافو، ترد عند فريق موسيد تنقطع منه، في تب وياخذها محمد، وترجع عند عزيز، عزيز الصفي، عزيز الصفي معاه، مع البك عزيز الصفي وشوت، عزيز برافو عزيز، واقرب لها لاعب فريق البحرين، ترجع ضايقه فريق موسد ويحاول يشوت، برافو تنقطع منه شوتها، ياخذها عزيز الصفي، عزيز الصفي مع البك تنقطع منه، تنقطع منه ياخذها محمد، محمد خالد، محمد يحاول يعدي ويشوت، برافو الحارس وليد، وليد المزين يصدها، وترجع ثاني مرة عند عزيز الصفي تنقطع منه، ترجع برافو وياخذها خالد، وفي خطأ ظاهر الحارس، وفي تبديل الفريقين، برافو في تبديل الفريقين تشينج، ويمسك البك الحكم، تلعب شوتها محمد الجناحي تنقطع، ياخذها رستم، رستم تنقطع عند عبد الله المطوع، ياخذها، ياخذها عبد الله وشوت، وشوت عند احمد وليد، برافو برافو، تنقطع منه وترجع ثاني مره عند فريق البحرين، فريق البحرين وترجع وشوت، وضايقه سامح، سامح حجازي، سامح معال البك، سامح سامح، وترجع، ترجع عند سامح، وضايقه، وضايقه رستم، وترجع عند شملان، شملان ويحاول شوت عزيز صفي، برافو برافو عزيز، ترجع عند سامح حجازي، سامح حجازي مع البك، سامح مع البك ويحاول انه يطلع لللاعب وياخذها احمد وليد، احمد وليد لاعب سريع، لاعب سريع احمد وليد، يحاول يعدي، يحدي احمد وليد شوت، برافو، ترجع ثاني مرة عند احمد وليد تنقطع منه، اقرب لها الحارس، ترجع عند سامح وياخذها ثاني مرة، ياخذها عبد الله الجناحي،
عبد الله الجناحي مع البوت وشوت. برافو. ترجع ثاني مرة حق فريق البحرين. فريق البحرين فريق قريب للجول. برافو. يعدي أقرب لها الحارس فريق البحرين راشد المطلق وشوت. برافو. وترجع عند عبد الله المطوع حاول يشوت ياخذها رستم. رستم مع البك حاول يعدي رستم. رستم يحاول يعدي أقرب تنقطع منه. ترجع ثاني مرة عند سامي حجازي. سامي حجازي يحاول يعدي ترد عند في خطأ لأن تعدى الخط. يرجع البك ثاني مرة عند الحكم. في تبديل للفريقين. اللعب ويقطع ياخذ سامي حجازي مع البك يحاول يهدي اللعب يحاول يشوت. شوت اقرب لها فريق مسد تنقطع ياخذها رستم. رستم معاه وشوت والطول منه. اقرب لها عزيز الصفي. عزيز الصفي مع البك تنقطع منه وترجع عند فريق البحرين وياخذها عبد الله المطوع. وترجع ثاني مرة عند أحمد وليد. برافو. أقرب لها رستم تنقطع منه تنقطع منه. برافو. شوت يا سلام. ويأخذها فريق بحرين يحاول يعدي ضايق الفريق تنقطع منه وشوت. ترجع عند محمد. محمد ساير وتنقطع منه من فريق موسد قريب للجول. برافو. ويقطعها. ترجع ثاني مرة عند فريق ويشوت. برافو عبد الله ساير تنقطع منه. أقرب لها عبد الله مطوع ويشوت. برافو تنقطع منه ويشوت. يا سلام صار دربكة عند الجول. ترجع ثاني مرة عند فريق موسد ياخذها جون 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 مع البك تنقطع منه عند عبد الله المطوع. عبد الله مطوع ويشوت. برافو يمسكها الحارس وليد المزين. وفي تبديل للفريقين. في تبديل فريق البحرين وفريق مسد. ويرد البك عند الحكم. تلعب ياخذ عبد الله الجناحي. عبد الله الجناحي مع البك يعطيها احمد وليد تنقطع منه ياخذها بلس 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 مع البك ويحاول يعدي بلس. هو الجول هو الجول قريب. طالت منه طالت منه وترجع ثاني مره عنده. برافو. اقرب لها عبد الله المطوع ترجع ثاني مره عند عبد الله ويشوت. ياخذ احمد وليد. احمد وليد ويا البك تنقطع منه ياخذها وفي خطأ منه. في خطأ ياخذ البك ثاني مرة عند الحكم. البك ياخذ الحكم. تلعب تروح عند عبد الله الجناحي ياخذها رستم. رستم مع البك وشوت. ترجع عند احمد وليد. احمد وليد ويا البك تنقطع منه وياخذها. يرد ثاني مره عند محمد. محمد ينقطع منه من جون 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 مع البك جون ويحاول يشوت. ترد عند عبد الله ساير. عبد الله ساير مع البك حاول يعدي. حاول يعدي عبد الله ساير. وترجع ثاني مره عند احمد وليد. احمد وليد شوت. برافو. ترجع عند عبد الله المطوع. اقرب لها احمد وليد. احمد وليد ثاني مره ترد عند محمد. محمد ياخذها. اقرب لها الحين عبد الله الجناحي شوت. برافو ويمسكها الحارس.
في تبديل لفريق البحرين وفريق موسد. يرجع البك عند الحكم. حكم ويا البك تلعب. ترجع اقرب له عبد الله ساير. عبد الله ساير مع البك وشوت. برافو ضايقه لاعب ياخذها الصفي. عزيز الصفي مع البك حاول يعدي تنقطع منه. تنقطع اقرب لها محمد. محمد خالد ويروح يروح 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 ويشوتها يطلعها حارس وليد المزين وتنقطع منه وياخذها رستم. رستم مع البك اقرب لها اقرب لها فريق البحرين وشوت وترد عند الحارس وليد تنقطع منه وياخذها عزيز الصفي يشوت. برافو تنقطع منه بالخطأ بالخطأ وترد عند عبد الله ساير ويشوت. برافو يسدها الحارس وليد. ترجع ثاني مره عند سامح. سامح حجازي. سامح حاول يعدي وتنقطع منه وياخذها عزيز الصفي. تنقطع ثاني مره وياخذها عبد الله ساير. عبد الله ساير مع البك اقرب لها عبد الله وحاول يضايقه شملان. تنقطع منه وياخذها محمد. محمد خالد تنقطع منه هو الجول شوت يصدها الحارس. برافو. ترجع ثاني مرة الفريق البحرين. فريق البحرين ضاغط الشوط الأول ضاغط فريق البحرين. وترجع ثاني مرة عند محمد ساير. تنقطع منه من عزيز الصفي أقرب لها محمد. محمد ساير ويحاول يطلع له ويشوت. برافو ترد عند عزيز الصفي ياخذها رستم. رستم مع البك ويشوت. رستم اقرب لها اللاعب فريق البحرين وفي خطا في تبديل للفريقين. في تبديل لفريق البحرين وفريق موسد. ترجع ثاني مره عند الحكم. حكم ويا البك تلعب تلعب. ترجع ياخذها محمد ساير يشوت من بعيد. برافو تنقطع منه. تنقطع تروح عند عبد الله. عبد الله اقرب لها اقرب لها عبد الله الجناحي. تنقطع منه ياخذها عمار. عمار تنقطع منه واقرب لها رستم. رستم مع البك ضاغطين ضاغطين الفريقين. ياخذها فريق البحرين. عبد الله الجناحي وشوت ويحاول يعدي. تنقطع وترد عند فريق البحرين ثاني مرة ويحاول يعدي هو الجول. برافو أحمد وليد. هدف 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 الثاني لفريق البحرين. برافو أحمد وليد. أنا قايل لكم من الشوط الأول لاعب سريع لاعب سريع أحمد وليد. ويرد البك ثاني مرة عند الحكم. ترجع ثاني مرة والنتيجة لا تزال في تقدم فريق البحرين 2-0. موسد تلعب. ترجع عند أحمد حجازي. أحمد حجازي مع البك أحمد يشوت. ترجع أقرب لها رستم. رستم مع البك يحاول يشوت تنقطع منه وياخذ احمد وليد. احمد وليد اقرب لها ترد ثاني مره عند جون وشوت. برافو برافو اقرب لها فريق له ياخذها ياخذها جون. جون مع تنقطع منه. برافو ياخذها عبد الله ساير وترد عند عبد الله الجناحي. تنقطع واقرب لها عبد الله. عبد الله ساير مع البك وشوت احمد وليد. برافو برافو احمد وليد. تنقطع منه وترد ثاني مرة تنقطع عند فريق موسيت وشوت. برافو أقرب لها جون وشوت. ترجع ثاني مرة عند أحمد وليد وشوت أحمد. أقرب لها عبد الله ساير مع البك تنقطع منه وترد عند محمد خالد. وأقرب لها فريق موسيت تروح عند جون. جون
أقرب له أحمد وليد، أحمد وليد قريب عند الجول، مكان خطر، مكان خطر، أحمد وليد يحاول يعدي، مضايقة فريق مسد، وترجع ثاني مرة، ترجع عند أحمد ويقطعها، برافو، ويأخذها محمد ويشوت، ويصدها الحارس وليد، وليد المزين، وفي تبديل لفريق البحرين وفريق مسد. يرد الباك ثاني مرة عند الحكم، الباك يرجع عند الحكم، هذا فريق مسد الاحتياط. تلعب تلعب، ياخذها ياخذها جون جون جون، وشوت ياخذها بلس، تنقطع منه، تنقطع وتاخذها فريق البحرين. اقرب له احمد حجازي، احمد حجازي مع البك، حاول يضايق فريق البحرين، ترجع عند محمد ساير، يحاول يعدي قريب للجول، اقرب لها، اقرب لها عبد الله الجناحي، تنقطع منه، برافو، يشوت مكان خطر عند الجول، تنقطع منه فريق مسد، تنقطع ياخذها بلس، بلس مع البك، بلس يعدي وياخذها رستم، رستم مع البك، لاعب خطير رستم، سريع ويحاول يعدي، ترجع ثاني ويحاول يعدي، تنقطع منه فريق البحرين، عبد الله ساير، عبد الله ساير مع البك، مكان خطر، اسرع لها، اسرع لها بلس، تنقطع منه، واقرب لها، اقرب لها فريق عبد الله ساير، عبد الله ساير قريب وشوت مكان خطر، وتاخذها ثاني مره عبد الله الجناحي، تنقطع منه، اقرب لها فريق البحرين عمار، ياخذها محمد، محمد خالد، ويحاول يشوت، وشوت من بعيد، يصدها الحارس، برافو، مكان خطر، وترجع ثاني مرة عند فريق البحرين، يحاول يشوت من بعيد، يصدها الحارس وليد، أقرب لها وشوت، أقرب لها محمد، محمد ساير، ترجع عند فريق البحرين، فريق معامل ويقطعها بلس، أقرب لها فريق البحرين، عبد الله حجازي، وترجع ثاني مرة، ياخذها فريق ويصدها الحارس راشد المطلق، وفي تبديل للفريقين، في تبديل، لا يزال الشوط الأول في تقدم فريق البحرين 2 فريق مسد لا شيء. يرد الباك، يرد الباك عند الحكم، تلعب، ترجع ثاني مرة عند رستم، رستم يحاول انه يشوت، اقرب لها، اقرب لها فريق لاحمد وليد، احمد وليد لاعب خطير، وترجع عند عمار وياخذ عبد الله الجناحي ويشوت عبد الله، برافو، هذا الفريق ياخذ احمد وليد، احمد وليد اقرب لها فريق البحرين، وترد عند احمد وتنقطع منه من رستم، اقرب عند عبد الله الجناحي يقطعها، يقطعها عبد الله الجناحي، وترجع ثاني مره عند احمد حجازي، تنقطع منه، اقرب لها عبد الله الجناحي، تنقطع منه وفي خطا ظاهر على اللاعب دزلستيكا، في خطا انتهاء الشوط الأول في تقدم فريق البحرين على فريق مسد، نلقاكم في الشوط الثاني، إلى اللقاء.
العقيبي. ترحاب من شاشة قناة ثلاثة الرياضية، ومستمر معاكم من خلال هذا الاستديو المصاحب لبطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد في جولة جديدة بعد انتهاء الشوط الأول بين فريقي نادي البحرين ونادي كويت موسيت بتفوق واضح في كل شيء. بالنسبة لنادي البحرين تقدم في النتيجة 2-0 في التسديدات، في كل شيء كان تفوق واضح لنادي البحرين، وشوط للنيسان بالنسبة لكويت موسيت. أذهب سريعا للكابتن أحمد العجم محلل قناة ثلاثة الرياضية للدوري الوطني لهوكي الجليد. كابتن أحمد، يعني نقدر نقول شوط للنسيان بالنسبة لكويت موسيت، لا تسديدات، لا تسجيل أهداف، لا تنظيم دفاعي، يعني شوط أقل ما يقال عنه للنسيان بالنسبة لكويت موسيت. شو اللي حصل بالشوط الأول؟ طبعا شوف، مثل ما تفضلنا في الشوط قبل بداية الشوط الأول، إنه قلنا البحرين مجهز بشكل أفضل، نعم، كونه متواجد بالكويت قبل هذا الأيام وكان يتمرن على فترتين، نعم، فمعناتها أنه هو جاهز لهذه المباراة. صحيح. وشفنا للأمانة يعني تمركز صحيح، نعم، هاجم من أول دقيقة مثل ما توقعنا، مثل التشكيلة اللي تكلمنا عنها، مباراة مفتوحة، إن بالضبط أنه قد يعني غير بعض العناصر عشان يعطي بعض المساحات، وهذا فعلا اللي حصل لنادي البحرين، وقدر من خلالها يسجل هدفين. فريق كويت موسيت للامانه شلل تام لجميع لاعبينه، يعني حتى ما شفنا لا جوني ولا اللي تكلمنا عنه ريتشارد، ما شفناهم، ما تحركوا اليوم، او بالاحرى ما تحرروا، نعم، كانوا مغيدين يعني. ولكن رغم يعني تسجيل هدفين، كان مفترض انه من مدرب موسيت ان ابادر في الهجوم، يعني على الاقل اعطي مو رهبه، يعني خلينا نقول تحذير للبحرين ان انا قادر اهجم، هو لا، استسلم في المنطقه، استسلم له وفي المنطقه الدفاعيه، يعني ما قاعد يطلع لي برا النص، يبدا الدفاع من برا النص، لا، متمركز في منطقته، وهذا الخطا اللي وقع فيه من وجهه نظري انا مدرب كويت موسيت. نعم. طيب كابتن، فيما يخص اللاعبين نادي كويت موسيت، يعني قلت إن ما تحرروا، طيب ما تحرروا، هل لي المراقبة الحكيمة من لاعبي نادي البحرين، أم إن مدرب كويت موسيت هو اللي عطى وظائف محددة ومعينة للاعبين خلال الشوط الأول في هذه المباراة؟ لا، أنا باعتقادي إن مدرب كويت موسيت قراءته خاطئة للمدرب كويت موسيت، إيه قراءته، نعم، خاطئة للمباراة اليوم، نعم، أو البحرين يعني فاجأة في السيستم اللي لعب فيه، ولكن كان يعني كان من الممكن انه يتدارك، نعم، الخطأ في، خلاص انت عرفت الفريق البحريني شلون قاعد يلعب في السيستم اللي نزل فيه، نعم، كان من المفترض انك تغير الدفاع على الاقل من طريقة البوكس الى المثلث اللي هو واحد واثنين واثنين يلعبون، نعم، ورا. هو ما سوى كل هذا، مصر على تمركزه في الدفاع. البحرين للأمانة اجاد في الشوط الاول، نعم، لعب ونتيجة، نعم، الفريق كويت موسيت للأمانة إلى الآن يعني هو، شوف بالنهاية ترى التوفيق من رب العالمين الفوز، ولكن أنك تطلع بشكل سيء هذا منك أنت يعني، فمعناتها اليوم الفريق سيء، فريق موسيت، أنت اجتهد والباقي بيكون بالضبط. مثل ما قلت كابتن أحمد. طيب كابتن، فيما يخص كويت موسيت، قبل أن نتكلم عن نادي البحرين وش اللي عمله أساس يطلع بهذه النتيجة الإيجابية، هل تعتقد كابتن بأن مدرب نادي كويت موسيت كان يحاول بأن يطلع بأقل الخسائر خلال الشوط الأول؟ ممكن نشوف شكل ثاني أو لاينات ثانية أو طريقة لعب ثانية خلال الشوط الثاني؟ لا، شوف، هو مدرب الكويت موسيت نازل خايف، يعني أنا مستغرب، أنت فايز على البحرين قبل أول جولة، أسبوعين يمكن، نعم، نعم، فالمفروض يكون العكس، البحرين اللي خايف وعارف الفريق يعني، بالضبط، فبالعكس أنا قاعد أشوف البحرين هو اللي نازل، نعم، بقوة، هو اللي مصر على الفوز، هو اللي قاعد يطبق السيستم اللي عطاه للمدرب، نعم، مدرب كويت موسيت أنا ماني عارف، قلت لك هو كان من المفترض لو أنا ببادر أبدأ يعني خطتي الدفاعية من الخط الأحمر النص، نعم، الملعب، وأرجع مع اللاعبين البحرينيين، نعم، هو لا، هو متمركز في الزون ماله، نعم، بس يشتت، كنا يعني يقول حق البحرين روح يجيب البك ورجع لي مرة ثانية أبدأ هجمتك عندي، نعم، فماني عارف أنا شنو هالطريقة اللي قاعد يلعب فيها كويت موسيت.
كان على قولتك المفترض انك انت يعني فايز على البحرين، انك انت عارف الفريق، ولكن مثل ما قلت لك التحضير ما كان جيد، ما من جيد لا من المدرب ولا من اللاعبين. نعم. فيما يخص نادي البحرين كابتن، وتفوق خلال الشوط الاول بهدفين، وايضا في التسديدات نشوف 16 تسديده لنادي البحرين مقابل تسديده واحده فقط لنادي كويت موسس، وهذه التسديده جت في اخر دقيقه دقيقتين من الشوط الاول يعني. ولكن خلينا نتكلم عن نادي البحرين، شو اللي عمله الفريق مع لاعبين المدرب علشان يطلع متفوق في الشوط الاول؟ شوف قلت لك انا قبل مباراه البحرين راح يعتمد على اختراقاته من النص، من النص. وفعلا هذا اللي قاعد يسوي، يخترق من النص. نعم. من يدخل الزون يرد الباك للدفاع. نعم. الدفاع يلعب باصات. نعم. الى ان يعني يسوون حدوث ثغره داخل دفاع فريق موسد. نعم. ومن ثم يسجل. هذا اللي البحرين اللي معتمد عليه. احنا يعني انا من التوقع اللي قلت لك اياه ان الفريق كويت موسيتس راح يخترق من الاطراف. نعم. ولكن ما شفنا اليوم الاختراقات لا من الاطراف ولا من نص الملعب. نعم. كابتن بالحديث عن نادي كويت موسيتس، هو لا اختراق من الاطراف ولا نقل الباك بين اللاعبين بالضبط، ولا مداوره المراكز بين اللاعبين، وايضا عمليه التسديد كابتن، يعني انت 18 دقيقه من الشوط الاول عندك فقط تسديده واحده، يعني ايضا يعني حتى مساله التسديد او الامور الفنيه كانت غايبه تماما عن فريق كويت موسيتس. يعني مو هذا اللي احنا تحدثنا عنه، ان ما بدا بالتشكيله اللي احنا كنا متوقعينها، يعني نعم. مخلي ريتشارد بلاين وجوني بلاين والنمش بلاين. نعم. فمعناتها انت ما قاعد تعطي يعني فرصه للاين على الاقل يكون متكامل الصفوف. نعم. فطبيعي بتكون هذه النتيجه، لانك انت يعني خلينا نقول حاط كل لاين عنصر فعال. نعم. العنصر ما راح يقدر يسوي شيء مع خمس لاعبين، فمعناتها لازم ترجع الى خطتك القديمه. نعم. انك تلعب الباور بلاي مالك. نعم. نفس التشكيله اللي قلنا عنها، عشان على الاقل انك اذا تبي ترد بالمباراه على الاقل عندك الشوط الثاني انك تغرب النتيجه او تطلع في التعادل على اقل شيء. من خلال لعبه مدرب فريق نادي كويت موسيس خلال الشوط الاول بالطريقه اللي ذكرتها كابتن احمد، هل بيكتشف لاعبين من جديد في مراكز مختلفة مثل ما نقول؟ لا، هو أنا مثل ما قلت لك هو قاعد يحاول يعني يسوي موازنة بين اللاينات ملوتها، إنه ما يخلي كل ثقلة بلاين واحد، ولكن المفترض إنك أنت خلاص تلعب على لاين دفاعي ولاين هجومي، كونك إن أنت تلعب على الإمكانيات اللي عندك. إحنا قلنا قبل كم مباراة إن إمكانيات الفريق متواضعة. فلا بد إنك أنت شغلتك انت كمدرب توظف لاعبينك على المعطيات اللي عندك. نعم. الان فيما يخص الشوط الثاني كابتن، و يعني نفسيه الفريقين بالتاكيد نادي البحرين بيدش باريحيه بنفسيه بنشوه التقدم خلال الشوط الاول بهدفين. خلينا نتكلم عن نادي البحرين شو اللي راح يعمله، وبعد ذلك ننتقل لنادي كويت موسيس وش اللي ممكن نعمله حتى يعوض هذا التاخر بالنتيجه في الشوط الاول. خلينا نتكلم عن نادي البحرين اولا. نادي البحرين طبعا راح يدخل مثل ما تفضلت انت مرتاح، ولكن انا اقول لك راح يحاول انه يزيد الاهداف. نعم. وسع الفارق طبعا. نعم. عشان يعني على اقل تقدير الشوط الثالث ان اكون مرتاح. نعم. ولا اجهد نفسي. نعم. هذه من وجهه الفريق البحريني. اما فريق كويت موسيس اذا كان يبي يلحق او يدارك الموقف، انه لابد يلعب في التشكيله اللي احنا ذكرناها قبل المباراه. نعم. بالضبط. نعم. انه يحط ريتشارد وجوني وستيلي في الهجوم. نعم. والنمش وفيصل السعد في الدفاع. نعم. كون هذا اللاين اللي احنا تعودنا عليه كان يسجل، وكان اذا تبي تلحق وتدارك الوضع، ولكن اذا تم مثل ما هو عليه. نعم. مثل الشوط الاول اتوقع راح نشوف، ولكن انا من وجهه نظري ان اللاعب ستيلي. نعم. اللي هو ابو الشعر الطويل هذا. نعم. انه هو راح يتحرك، لانه شفنا اخر دقيقه بدا يتحرك. نعم. ووصل للمرمى. فاتوقع يعني الشوط الثاني لابد انه يدش بجوله مباراه اكثر، ويكون التركيز عليه من قبل اللاعبين اكثر، لاعبي الفريق. اتمنى التوفيق للفريقين، فريق نادي البحرين ونادي كويت موسيس. ومثل ما ذكر كابتن احمد، اذا ما اراد العوده لاعبين ومدرب نادي كويت موسيس فعليه ان الدفع بجميع أوراقه ومفاتيح لعبه وقوة الفريق مثل ما ذكر كابتن أحمد في
في مختلف لاعبينه حتى يرجع بالنتيجة ويرجع إلى أجواء المباراة والمنافسة إذا ما أراد المنافسة على الدوري الوطني للهوكي الجليد. ننتقل معكم مشاهدين لأرضية الملعب وأحداث الشوط الثاني بين نادي البحرين ونادي كويت موسلز، ونشوفكم إن شاء الله بعد نهاية الشوط الثاني. نقدم لكم في الشوط الثاني في تقدم فريق البحرين على فريق موسلز 2-1، ولا يزال الحكام في بداية الشوط الثاني. الحكم ياخذ البك، راح يبدأ الشوط الثاني في تقدم فريق البحرين على فريق موسد. بدأ الشوط الثاني، ياخذها بلس ياخذ احمد حجازي، احمد حجازي وتنقطع منه وترجع عند عبد الله المطوع، يرجع البك عند عبد الله المطوع وشوت اقرب لها احمد وليد، تنقطع منه وترد عند عبد الله الجناحي، ترجع عند احمد حجازي ياخذها رستم وشوت، ترجع عند خالد وليد وشوت خالد، تنقطع منه من عبد الله ساير، اقرب لها رستم وشوت من بعيد، برافو رستم، تنقطع منه وترجع عند احمد، اقرب لها فريق البحرين وشوت وتعدي وياخذها رستم وشوت، تنقطع منه وياخذها عبد الله الجناحي، تنقطع منه وترد ثاني مره عند، وفي خطأ على اللاعب ظهر عد الخط ويرد البك هذا الحكم التشيكي إليا، ويرد البك ثاني مرة عند الحكم، ويرد ثاني مرة في بداية الشوط الثاني. والحكم يوجه اللاعب وترجع ثاني مرة وترد عند عبد الله المطوع ويرد البك ثاني مرة عند الحكم، ظهر طق البك قبله وتلعب، ترجع عند جون ياخذها احمد وليد ويا البك، لاعب سريع احمد وليد يحاول يعدي ويمسكها الحارس وليد المزين، يمسكها اقرب لها الحارس ويرد البك ثاني مرة عند الحكم، هذا الحارس وليد المزين، ويلعب ترد ثاني مرة عند احمد ويشوت، ترجع عند عبد الله ساير يحاول يعدي تنقطع منه، اقرب لها لاعب فريق البحرين، ترد ثاني مرة عند أحمد يحاول يعدي فريق البحرين، يهدي مع البك فريق البحرين يحاول يشوت، ترجع ثاني مرة عند محمد وياخذ عبد الله ساير مع البك يحاول يعدي عبد الله ساير، ترجع وفي خطأ على اللاعب عدى الخط ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم عبد العزيز الخشان، ويرد البك عنده وتلعب، ترجع عند رستم يحاول يشوت، أقرب لها حارس فريق البحرين وشوت، برافو، ترجع عند أحمد وليد حاول يعدي وتنقطع منه، ياخذها رستم يحاول يعدي، حاول هو الجول رستم ويحاول يشوت، برافو، تنقطع منه واقرب لها عمار يحاول يشوت ومضايقه فريق البحرين ويشوت، ترجع ثاني مره، برافو، وتعدي وياخذها رستم مع البك،
ويحاول يشوت رستم سريعة ترجع عند الحارس البحرين ويحاول يشوت وتنقطع منه وياخذها جون مع البك تنقطع منه وياخذها الفريق البحرين ويعدي فريق البحرين تنقطع منه ياخذها رستم مع البك قريب عند الجول وشوت برافو تنقطع ياخذ احمد حجازي حاول انه يشوت من بعيد قريبه عند الجول وتنقطع تروح عند لاعب فريق البحرين وشوت برافو ياخذها جون اقرب لها الحارس وترد وشوت ثاني مره وترجع عند فريق البحرين في خطأ على اللاعب البحرين ويرد البك عند الحكم وفي تبديل فريق البحرين الحكم إليا الحكم التشيكي ويرجع مكان الفاول هذا احتياط فريق موسد ترجع ثاني مرة عند الحكم تلعب وشوت ياخذها فريق البحرين ضايقة جون وترد ثاني مرة عند محمد ساير ياخذها فريق البحرين وشوت برافو الحارس وليد وقريب مكان خطر قريب عند الجول وحاول ياخذها عبد الله الجناحي شوت ترجع ثاني مره برافو ويحاول يشوت احمد وليد مع البك ورجعها برافو الحارس وليد ترجع ثاني مره عند احمد وليد يشوت يرجعها عند عبد الله ساير يشوت عبد الله المطوع ترجع عند احمد وليد برافو قريب عند الجول حاول يشوت برافو يا سلام يمسكها الحارس فريق البحرين راشد المطلق وفي تبديل فريق البحرين وفريق موسد ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم هذا في بداية الشوط الثاني في تقدم فريق البحرين على فريق موسد وتلعب وشوتها وياخذها فريق البحرين ترجع ثاني مرة عند ويحاول يهدي اللعب لاعب البحرين وشوت ترجع عند عبد الله ساير يحاول يعدي اقرب لها اللاعب بلس تنقطع منه هدف فريق البحرين لا تزال النتيجة في تقدم فريق البحرين 3-0 فريق موسد وفي تبديل لفريق البحرين ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم وفي تبديل بعد من فريق موسد وتلعب وياخذها فريق البحرين عبد الله ساير ترد عند احمد وليد لاعب سريع قريب عند الجول يحاول يشوت ترجع ثاني مره عند احمد وليد وشوت وفي خطأ عند الجول مكان خطر برافو الفريقين ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم وتلعب وياخذها فريق البحرين وشوت من بعيد برافو ترجع عند رستم وشوت أقرب لها فريق البحرين واسرع من فريق موسد يقطعها وياخذها وفي خطأ فريق البحرين ويرجع البك ثاني مرة مكان
الخطأ ولا تزال النتيجة في تقدم فريق البحرين 3-0 موسد. تلعب وشوت ترجع عند أحمد حجازي يحاول يشوت، ترجع عند عبد الله المطوع وتنقطع منه وشوت وياخذها عبد الله، تنقطع منها، أقرب لها فريق البحرين مع البك فريق البحرين، يحاول يشوت تنقطع منه رستم يحاول يعدي هجم للجول، أقرب للجول وشوت، برافو، تنقطع منه ويقطعها فريق البحرين معاه البك، يحاول يضايقه جون معاه عبد الله ساير، يحاول يشوت، برافو الحارس وليد، مكان خطر، في تبديل الفريقين فريق البحرين وفريق مسد، ترجع ثاني مرة عند الحكم، يرجع البك عند الحكم، هذا الاحتياط فريق مسد، الحكم يقول ما فيها شيء، تلعب وياخذها فريق البحرين وشوت من بعيد احمد حجازي، برافو، تنقطع ياخذها جون عنده معاه شملان، برافو، تنقطع منه ويا شملان مع البك، برافو شملان الزيد، وياخذها لاعب البحرين، يحاول يهدي اللعب احمد حجازي، وترجع ثاني مره عند فريق البحرين وشوت، تنقطع منه بالخطا وشوت، برافو، اقرب لها فريق البحرين، ترد عند عبد الله الجناحي مع البك وشوت، برافو، اقرب لها احمد وليد، تنقطع منه وياخذها فريق مسد، ترجع ثاني مره عند احمد وليد، تنقطع منه، برافو، ضاغط فريق مسد، تنقطع منه عند عبد الله المطوع مع البك عبد الله وشوت، وياخذها عبد الله ساير اقرب لها عبد الله، يحاول يعدي وشوت من بعيد، برافو، هدف لفريق البحرين في تقدم، هذا الهدف الرابع لفريق البحرين في تبديل الفريقين ويرجع البك عند الحكم، حكم المباراة، وتلعب وترجع عند بلس ياخذها رستم يشوت من بعيد، برافو، ويمسكها الحارس، ترجع ثاني مرة ياخذها عبد الله ساير، يحاول يعدي، لاعب خطير يحاول يشوت من بعيد، برافو، ترجع عند جون مع البك، وجون يحاول يعدي، ترجع حاول يقطعها يحاول يهاجم، وترجع ثاني مرة عند عبد الله الجناحي مع البك ويعدي، وترجع عند أحمد وليد وشوت، يضايقه فريق مسد، تنقطع منه، وترجع ثاني مرة عند عبد الله، وتنقطع منه عند عبد الله ساير، برافو الحارس، تنقطع، ترد عند رستم وشوت رستم، برافو، أقرب لها جون مع البق، جون قريب عند الجول، برافو، مضايقين فريق البحرين عند الجول، برافو، يمسكها الحارس، حارس فريق البحرين راشد المطلق، حارس جيد، ويرجع في تبديل لفريق البحرين، ترجع ثاني مرة البك عند الحكم، في الحكم مع البك، وتلعب تاخذها ياخذها
عبد الله الجناحي، ترد عند احمد الحجازي، احمد حجازي، ويحاول يعدي وتنقطع منه ما فيها شيء، ياخذها احمد وليد، احمد وليد مع البط، احمد وليد يعطيها سامح حجازي مع البط ما فيها شيء، بلس وترد عند عبد الله الجناحي مع البك مضايقه فريق مسد، وتنقطع منه عند احمد وليد، برافو احمد، وترد ثاني مره يقطعها، ترد عند احمد، عبد الله ساير ياخذها يقطعها، رستم هو الجول، هاجم رستم وشوت، هدف الاول لفريق مسد، هدف ل فريق مسد، لا تزال النتيجة 4-1 لفريق مسد. يرجع ثاني مرة عند الحكم، ترجع ثاني مرة هذا الحكم عزيز الخشام حكم المباراة، وتلعب وترد عند رستم يحاول يشوت من بعيد، برافو، ترد ثاني مرة عند الحكم، أقرب لها اللاعب، تلعب تنقطع، ياخذها فريق البحرين عبد الله ساير يحاول يعدي، تنقطع منه، ترد عند محمد ياخذها عبد الله ويحاول يشوت، وترجع عند سامح تنقطع منه وياخذها ويعدي، اقرب لها فريق البحرين ويحاول يشوت، ترجع ويضايق اللاعب فريق مسد، تنقطع منه وياخذها سامح حجازي مع البك يحاول يعدي، ترجع ثاني مرة يحاول يعدي، مضايقين اثنين، وياخذها محمد، ترجع عند عبد الله ساير يحاول يعدي لاعب خطير لاعب البحرين، حاول يضايقه، ترجع ثاني مرة عند حاول يضايقه مسد، ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم يقول ما فيها شيء، وفي تبديل لفريق مسد وفريق البحرين، ويرجع البك عند الحكم، هذا احتياط فريق مسد، تلعب ياخذها احمد وليد مع البك وشوت، وترجع ثاني مره، هدف لفريق البحرين، لا تزال النتيجه 5-1، هدف، ويرجع وفي اظن تبديل لفريق البحرين، ويرجع البك عند الحكم، يرجع البك عند الحكم، تلعب ياخذها فريق البحرين، وتشوتها، ترجع ثاني مره، برافو، ترد عند عبد الله الجناحي وياخذها عبد الله ساير، وتنقطع، هذا احمد وليد لاعب خطير، احمد وليد يحاول يشوت ويمسكها الحارس وليد، برافو، هذا قايل لكم احمد وليد لاعب سريع، ترجع ثاني مره عند الحكم، تلعب ياخذها فريق البحرين، احمد وليد يقول ما فيها، ويقطعها من جون، وتنقطع، ترد ثاني مره عند عبد الله الجناحي، عبد الله الجناحي شوت،
ترجع ثاني مرة عند فريق مسد وتلعب ويشوت ثاني مرة، وأقرب لها فريق مسد وتنقطع وياخذها ياخذها جون، تنقطع أقرب لها فريق البحرين سام حجازي، تنقطع منا أقرب لها فريق مسد ياخذها جون، جون مع البك وشوت برافو، أقرب لها محمد ترد ثاني مرة عند أحمد حجازي وتنقطع منه وياخذها، وأقرب لها عبد الله الجناحي، عبد الله الجناحي مع البك ما فيها شيء وشوت، ترجع ثاني مرة عند فريق البحرين تنقطع منه وترد عند أحمد وليد، أقرب لها أحمد وليد ويضايق اللاعب مسد وترد عند أحمد وليد ثاني مرة، أحمد وليد يحاول يعدي هو قريب للجول مكان خطر وتنقطع منه، وترد عند عبد الله المطوع، عبد الله المطوع وشوت، ترجع ثاني مرة عند عبد الله ساير وشوت أحمد وليد ما فيها شيء، وشوتها فريق مسد، أقرب لها عبد الله المطوع يحاول يشوت عبد الله وترجع ثاني مرة عند عبد الله ساير، أقرب لها عبد الله المطوع يحاول يعدي تنقطع مكان خطر برافو، أقرب لها تنقطع منه من عبد الله ساير، أقرب لها الفريق مسد بروح يشوت فريق مسد، ترجع ثاني مرة عند عبد الله ساير، عبد الله ساير مع البك ويحاول يعدي، يحاول يعدي مجهود فردي ويحاول يعدي قريب، ترجع ثاني مرة ياخذها ياخذها، يقول ما فيها شيء أظن الحكم، وياخذ البك الحكم وحكم المباراة، ويرجع ثاني مرة عند الحكم البك، في تبديل لفريق البحرين، ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم، حكم مع البك وتلعب تلعب ياخذها ياخذها فريق البحرين، عبد الله سايل عبد الله سايل تنقطع منه من بلس بلس، ياخذها عبد الله احمد وليد احمد وليد احمد وليد، وترد عند عبد الله المطوع مكان خطر، يقول ما فيها شيء، في انتهاء الشوط الثاني في تقدم فريق البحرين على فريق مسد، نلقاكم في الشوط الثالث، إلى اللقاء.
ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا ومستمرين معاكم من خلال هذا الاستوديو المصاحب لبطولة الدوري الوطني لهوك الجليد في موسم 2024-2025. انتهى قبل قليل الشوط الثاني من مجريات مباراة نادي البحرين ونادي كويت موسس بتعزيز وتقدم نادي البحرين بنتيجة 6-1 لفريق كويت موسس. وبالتأكيد لا جديد يذكر بالنسبة لفريق كويت موسس فيما يخص أدائه خلال الشوط الأول والثاني. بنتكلم أكثر وبنحلل أكثر مع الكابتن أحمد العجمي محلل قناة ثلاثة رياضية الخاص بالدوري الوطني لهوكي الجليد. كابتن أحمد حياك الله معنا من جديد. كابتن، يعني نادي البحرين مثل ما توقعت كابتن عزز تقدمه تفوقه رفع النتيجة 6 أهداف، ومثل ما أكد كابتن نادي كويت موسس لا جديد يذكر على مستوى الأداء، النتيجة، تزيدات في كل النواحي فيما يخص كويت موسس ما أدى أي شيء يذكر في عالم هوكي الجليد. شو اللي صار في الشوط الثاني؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مثل ما ذكرت أنت البحرين لعب على نفس السيستم ماله، نعم، نوعا ما زاد الرتم بالسرعة طبعا، نعم، شوي هذا سوى شوي يعني خلينا نقول يعني ربكه شوي في فريق موسس، نعم، ومن الأساس ترى أنا يعني قاعد أشوف الشوط الثاني هم لازم مرتبكين، مع العلم ترى عند يعني عندما سجلوا الهدف سجلوه في التشكيلة اللي إحنا قاعد نتكلم عنها من بداية الشوط الأول، نعم، لابد يلعب فيها، نعم، والغريب بالموضوع إنه من سجل هدف رد على التشكيلة القديمة، نعم، يعني مدرب نادي كويت موسس كويت إيه ما أدري أنا شو اللي قاعد يعني ما أدري شو اللي بمخه قاعد يفكر فيه يعني. يعني انت تسجل هدف في تشكيله ترد تغيرها وترجع تستقبل هدفين بعد، نعم، فمعناتها ان الخلل ايضا في الجهاز الاداري، نعم، كون ان انت يعني شوف نوعا ما لما اقول لك تحرروا البحرين في الشوط الثاني 14 تسديده صحيح، بالمقابل الشوط الاول كان مسدد 16، نعم، ني حق موسس الشوط الاول مسدد واحده، نعم، الشوط الثاني مسدد 10، عشرة، فمعناتها تحرر نوعا ما، نعم، ولكن الخلل في نهاية الهجمة، نعم، من الواضح ان مو يعني مو متدربين بالشكل الصحيح لهذه المباراة او مو جاهزين في الشكل الصحيح، لان البحرين قاعد نشوف عنده رغبة، عنده تكتيك قاعد يلعب فيه، نعم، قاعد يقدم شيء قاعد يعني نشوفه احنا سواء من سيستم سواء من لياقة سواء من تكتيك معين، نعم، فريق موسس للأسف لم يظهر لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني، يعني خلينا نقول عليهم علامة استفهام كبيرة. يعني أنت فايز على الفريق هذا نادي البحرين وأوكي خلينا نقول مباراة صعبة عليك وهدف ذهبي، معناته أنت قدرت تجاري صحيح وقدرت تخطف من المباراة صحيح، ولكن اليوم أنت ما أنت قادر تجاري ولا شيء، يعني كأنك أول مرة تلعب معاه، نعم، وكأن القاب إن فعلاً الفريق البحريني محترام لأنه في قاب كبير، ولكن هو نفس الرتم مالك، والدليل إنه وصلتوا ليه الهدف الذهبي، معناته إنك أنتم متقاطبين، نعم، نفس المستوى اللي صار اليوم على علامة استفهام كبيرة بالنسبة ما 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 أقدر أفسر للأمانة يعني. نعم. كابتن، هل أسباب هذا الأداء من اللاعبين أو حتى من على مستوى الخطط عند مدرب فريق نادي كويت موسس هل هو غياب الرغبة؟ يعني الروح، غياب الروح، غياب الرغبة، شنو اللي نقدر نفسرها يعني في هذا الأداء؟ يعني أنت عندك نقطتين من خلال أدائك، وإذا ما تفوق في هذه المباراة ممكن تدخل في المنافسة على المركز الثالث، ما بقول الثاني والأول ولكن على المركز الثالث. يعني أنت الآن غياب تام بالشوط الأول وكملت أيضا في الشوط الثاني. شوف للأمانة مثل ما قلنا الارتباك واضح عند فريق موسس، نعم، يعني لما تسجلوا الهدف كانت النتيجة 4-1 صحيح، فمعناتها أنت تقدر ترجع حق المباراة، نعم، كان من المفترض أن بعد تسجيل الهدف يكون الرغبة أكثر عند لاعبي موسس، نعم، كان من المفترض أنه يقاتلون، ما شفنا لا قتال لا روح لا سيستم، نعم، ولا تغييرات ولا أي شيء جديد، نعم، فكان من المفترض بعد تسجيل الهدف أنه يغير السيستم ماله يلعب على الأطراف، نعم، كان المفترض أنه يغير من اليسار إلى اليمين يكون خلاص، يعني هنا فريق البحرين أسرع منك في هذه الجهة، نعم، أنت عندك
اللاعب جوني سريع في الجهه اليمنى اليمنى ما قاعد تستغلونه كلش ولا قاعد توصلونه للبك فمعناتها انت لغيت الجهه اليمنى جهه اللاعب جوني فكان مفترض انك تاخذ تايم اوت على اقل تقدير انك توجه الفريق او تلعب على سيستم معين او تغير العناصر عندك عده حلول انت ما لجأت حق ولا حل فيهم فالفريق موسيتس اليوم انا اشوفه ان مو موسيتس اللي خد كلام عن نقطه تسجيل الهدف كابتن اللي سجلها اللي سجلها المحترف جوني اذا ماني غلطان صحيح اللي سجل هدف الكويت موسيتس بعد تسجيل الهدف اخرج المدرب الفريق وغير نظام الفريق خلينا نتكلم عن النقطه هذه كابتن سببها يعني انت لعبت بخطه معينه وسجلت منها هدف تقدر تكمل على نفس الرتم وممكن ما بقول التعادل ولكن تخلص النتيجه ويكون عندك فرصه في الشوط الثالث سبب ان بعد تسجيل الهدف اخرج اللاعب وغير نظام الفريق شوف احنا هنا يعني انا هنا احلل مو مدرب صحيح فانا قبل المباراه اعطيتك نفس الاسماء اللي نزلوا وسجلوا الهدف نعم فمعناتها ان انا يعني قاري الفريق شايف تعرف الفريق بالضبط حاضر تمريناتهم اعرف الاسماء والعناصر والتغييرات نعم هني الكلام هذا حق المدرب انت سجلت الهدف وبنفس الاسماء اللي احنا قلناها نعم لمده دقيقه بس سجلت هدف مثل ما ذكرت انت طلع ريتشارد وطلع جوني صحيح وطلع ستيلي ورجع نزل لاعبين صغار لاعبين ما عندهم خبره تلقوا هدف رد الفارق الى 4 أهداف نعم فمعناتها المدرب يا مصر انه يخسر المباراه وعنده بمخه يبي يطبق يعني سيستم معين او يبي يسوي توليفه معينه عنده كلام كبير هذا كابتن انه متعمد يخسر المباراه يعني لان اللي قاعد نشوفه من الواضح انه انه إن يعني انه مصر على تشكيله هي خطا نعم فيمكن يبي يعني يبي يخليهم يجانسون حق مباريات القادمة هذا نعم. وجهة نظر لأن ما في مدرب يسوي اللي احنا قاعد نشوفه يعني كان مفترض أنك سجلت تستمر على نفس صحيح. العناصر اللي عندك صحيح. هو لا من سجل هدف يعني لو نقول هو فايز وسجل هدف وغير ممكن نعطيه العذر نعطيه العذر يبي يريح يبي يشرك لاعبين أما أنت خسران وقاعد توسع الفارق ومع يعني خلينا نقول فريق نفس مستواك نعم وتقدر مباشر المركز بالضبط وتقدر توصل حق نفس النقاط انت اذا فزت او تصير انت اكثر صحيح ولكن انا ماني عارف فيما يخص نادي البحرين كابتن نعطي حق الفريق هذا كذلك يعني على ادائه من خلال المباراه السابقه وايضا كانت امام نادي كويت كاملز والان امام كويت موسيتس تقدمه ب6 أهداف وتعزيزه واقترابه من فرق المقدمه الى الامام انتهت المباراه في عالم الهوكي الجليد دائما تقول لي الى اخر ثانيه ممكن تغير كل شيء ولكن مبدئيا الان شلون شفت اداء كذلك نادي البحرين خلال الشوط الثاني؟ لا الامانه انا عشان اعطيهم حقهم قلت لك الفريق من وصول الكويت يعني عندك مباراه كان مفترض تجي امس انت هو من 3 أيام هنا محضر حق المباراه يعني قاعد اشوفه يدرب صبح عصر قاعد بالقاعه محاضرات فمعناتها الفريق محضر بشكل جيد المدرب قاري فريق موسيتس المدرب صلح اخطاء مباراه السابقه قدر يعني خلينا نقول ياخذ اللي هو يبي واللي اللي ميز المدرب هذا انه ما غير في اللاينات من اول مباراه نفس اللاينات هذا معناته انه عنده ثقه في لاعبينه عنده ثقه في الخطه اللي هو حطها وشفناه في الشوط الثاني غير السيستم ماله بدا يلعب في الاطراف كان في الشوط الاول اختراقه دائما عن العمق لا الشوط الثاني بدا يلعب عن الاختراق على الاطراف معناته المدرب قاعد ينوع حق الفريق اللي قدامه يعني لو مدرب ثاني انا اسكر والعب خلاص انا ما ابي اجهد لاعبيني ولكن المدرب عنده فكر عنده فكر معين فيما يخص الشوط الثالث كابتن الان قبل ان ننتقل الى ارضيه الملعب هل توسع النتيجه يتوسع الفارق ام ان كويت موسيتس ممكن نشوفه بشكل مختلف في الشوط الثالث على الاقل لو تخلص النتيجه اتوقع البحرين 7 يعز النتيجه اتمنى التوفيق للفريقين ننتقل معاكم مشاهدينا الى مجريات الشوط الثالث والاخير في لقاء نادي البحرين ونادي كويت موسيتس نتمنى لكم مشاهده طيبه ونرجع معاكم ومع معلق المباراه الكابتن علي البحيري كابتن علي المايك معك الشوط الثالث
الثالث والأخير في تقدم فريق البحرين على فريق مسد. البت يرجع عند الحكم. تبدأ ياخذها ياخذها جون. يحاول يعدي يحاول يعدي يحاول وترجع ثاني مرة عند محمد 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 خالد مع البك. محمد ويا البك يحاول يشوف أقرب لها أقرب لها الحارس وليد. ترجع ثاني ويشوف ثاني مرة ترجع يقطعها يقطعها ثاني مرة سامح سامح حجازي مع البك سامح تنقطع منه وأقرب لها الحارس. ترجع ثاني مرة وشوت ياخذها ترجع عند عمار تنقطع منه واقرب لها فريق البحرين مع البك فريق البحرين. ترجع ثاني مرة عند سامح حجازي سامح تنقطع منه وترد ثاني مرة عند عبد الله عبد الله عبد الله خالد يحاول يعد وترجع عند سامح وشوت برافو وترد ثاني مرة عند سامح حجازي سامح حجازي مع البك وشوتها وترد عند ثاني مرة عند عبد الله ساير قريب للجول برافو برافو الحارس تنقطع منه وشوت وترد عند سامح حجازي وشوت من بعيد مكان خطر وترد ثاني مرة برافو ترد عند أحمد وليد أحمد وليد مع البك وشوت برافو ترد عند سامح ثاني مرة سامح سامح حجازي تنقطع منه أقرب لها لاعب البحرين مع البك لاعب البحرين يحاول يعدي تنقطع منه بالخطا بالخطا ويقطعها ويقطعها جون تنقطع وترد عند فريق مسد تنقطع منه مع فريق مسد البك وترد عند محمد 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 اقرب لها وترد عند رستم رستم مع البك رستم مع البك ويحاول يشوت واقرب له احمد وليد وضايقه لاعب مسد ترجع ثاني مره ترجع عند لاعب فريق البحرين مع البك لاعب فريق البحرين يحاول يهدي اللعبه ويحاول يشوت تنقطع منه وترد ثاني مره عند عبد الله المطوع عبد الله المطوع اقرب عند الجول ويقطعها من شملان الزيد وفي خطأ ظن في خطأ على اللاعب شملان شملان الزيد مع خطأ وفي توقع في طرد ومنت أظن في طرد ويرجع في طرد ترجع ثاني مرة عند الحكم البك يرد عند الحكم في طرد فريق مسد تو منت ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم الحكم ويا البك في اللعب ترجع عند عبد الله عبد الله ياخذها ثاني مره محمد 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 فريق البحرين يحاول يعدي ضايقه بلس معاه بلس ترجع ثاني مره عند احمد وليد يقطع اللاعب بلس ترجع ثاني مره عند عبد الله الجناحي واقرب له الحارس اقرب له الحارس فريق البحرين ترجع ثاني مره ويا البك لاعب فريق البحرين وشوت اقرب لها عبد الله المطوع معاه البك عبد الله ويا البك وشوت وترجع عند جون ويا البك يحاول يشوت تنقطع منه ترد عند سامح وشوت سامح حجازي هدف لفريق البحرين لا تزال النتيجة 6-1 6 لفريق البحرين للاعب سامح حجازي
ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم. الحكم ياخذ البك. لا تزال في تقدم فريق البحرين على فريق مسد. مثل اللعب وترد عند عبد الله ساير. عبد الله ساير مع البك. عبد الله ساير يحاول يعدي محمد وتنقطع منه وياخذها جون تنقطع منه ثمن عند عبد الله ساير. عبد الله ساير مع البك. عبد الله تاخذها محمد. ترد ثاني مره عند عبد الله ساير. عبد الله ساير ويا البك وشوت سامح حجازي. برافو. ترد عند احمد وليد. احمد وليد ويا البك وظن فيه خطا على لاعب فريق مسد. وفي تبديل لفريق البحرين. ترجع ثاني مرة عند الحكم. الحكم ويا البك. تلعب يقطعها احمد وليد. احمد وليد ياخذها سامح حجازي معاه البك. سامح حجازي تنقطع وتر ثاني مرة عند محمد خالد. يحاول يشوت وفي خطا ظاهر على اللاعب فريق مسد. ترجع ثاني مرة مكان الخطا. لا يزال تقدم فريق البحرين على فريق مسد في اللعب المباراة. واقرب لها احمد وليد ويا البك وشوت تنقطع منه وياخذها جون ويا البك. اسرع مع البك جون يحاول يعطيها صاحبه وترجع ثاني مرة عند عبد الله الجناحي ومع احمد وليد ويا البك. احمد وليد شوت تنقطع منه وياخذها وترجع ثاني مرة عند سامح حجازي يحاول يشوت. برافو. ترجع عند محمد تنقطع منه وترد ثاني مرة عند عبد الله خالد. اقرب لها احمد وليد ويا البك وترجع ثاني مرة عند محمد وشوت. برافو. تنقطع منه وترد عند احمد ثاني مرة ويا البك ويحاول انه يشوت. يحاول يعدي وشوت وترجع عند سامح حجازي. اقرب لها عبد الله الجناحي وتنقطع وترد عند رستم اقرب لها جون مع البق جون. تنقطع منه من اللاعب عبد الله ساير. عبد الله ساير ياخذ احمد وليد مع البق احمد وليد. برافو. اقرب لها اللاعب عبد الله وشوت احمد وليد تنقطع منه جون مع البك. يشوتها ثاني مره. اقرب لها عمار مع البك واقرب لها وترد ثاني مره عند سامح ويا البك. تنقطع وترد ثاني مره عند محمد اقرب لها شملان الزيد ويشوت ثاني مره عند عمار مع البك. تنقطع ثاني مرة عند اللاعب البحرين مع البك ويحاول يشوت. أقرب لها جون مع لاعب فريق البحرين ويشوت جون. برافو. تنقطع ترد ثاني مرة عند محمد أقرب لها خالد مع البك. تنقطع وترد عند محمد سالم. وأقرب لها فريق البحرين ويحاول يشوت من بعيد. برافو يحاول يشوت من بعيد يمسكها الحارس. أقرب لها الحارس عمر الحوشان. يرجع البك ثاني مرة عند الحكم. يرد البك ثاني مرة عند الحكم. you
اللعب ترجع عند احمد اقرب لها علي عبد الله ساير وترد ثاني مره عند عبد الله الجناحي وشوت اقرب لها عبد الله ساير معاه البك عبد الله يعطيها عبد الله الجناحي وتنقطع منه وترد عند عبد الله ساير معاه البك عبد الله ساير برافو ترد عند شملان الزيد معاه البك تنقطع منه واقرب عند احمد وليد قايل لك لاعب سريع احمد وليد برافو ترجع ثاني مره برافو ترد عند عبد الله ساير يمسكها الحارس عمر الحوشان وفي تبديل فريق موسج وفريق البحرين يرد البك ثاني مره عند الحكم حكم معاه البك كل لعب اقرب له احمد وليد وترد عند عبد الله ساير عبد الله يشوت من بعيد عبد الله ساير وترد عند ثاني مره عند عبد الله ساير احمد يشوت احمد وليد برافو ترد عند عبد الله المطوع يشوت اقرب لها عبد الله ساير حاول يشوت من بعيد برافو الحارس ترد ثاني مرة عند اللاعب سامح حجازي أقرب لها عبد الله المطوع وشوت عبد الله ساير برافو ترد عند جون أقرب لها لاعب فريق مسد مع البك برافو تنقطع منه وترد عند أحمد وليد ويا عبد الله ساير وتنقطع منه رستم يشوتها برافو ترد عند عبد الله الجناحي ما فيها شيء ترد ثاني مره عند رستم برافو ترد ثاني مره عند عبد الله المطوع مع البك عبد الله وتنقطع منه وياخذها عبد الله ساير يحاول يعدي عبد الله ساير مع البك عبد الله وتنقطع منه وترد عند جون اقرب لها الحارس أقرب لها الحارس راشد المطلق وترد عند فريق البحرين مع البك عبد الله المطوع وشوت مع البك يحاول يهدي وترد عند عبد الله ساير هو الجول يحاول يشوت ترجع عند محمد ويا البك يحاول يضايق رستم ترد عند عبد الله ساير وترد ثاني مره يشوت برافو ياخذها جون مع البك حاول يعدي اقرب لها لاعب فريق البحرين ثاني مرة ترجع عند جون وشوت اقرب لها فريق البحرين عبد الله ساير يحاول يشوت عبد الله وتروح ياخذها محمد خالد وشوت ثاني مرة برافو تنقطع منه برافو الحارس وترد عند عبد الله ساير ثاني مره وشوت عبد الله تنقطع منه بالغلط ياخذها رستم يهاجم رستم هو الجول برافو هدف جميل الثاني لفريق مسد لا تزال النتيجه في تقدم فريق البحرين 6-2 2 فريق مسد يرد البك ثاني مرة عند الحكم كل لعب وترد عند أحمد وليد ويا البك قايل لك لاعب سريع ترد ثاني مرة عند محمد ترد عند عبد الله ساير وشوت ترجع وأسرع لها فريق البحرين ترجع عند عبد الله الجناحي مع البك عبد الله يضايقه وياخذها بلس وتنقطع منه من عزيز الصافي وتنقطع يرد ثاني مره عند محمد فريق البحرين مع البك ترجع ثاني مره ويحاول يعدي احمد وليد ويا البك ويعدي ويقرب الجول يعدي ثاني مره وترد عند عبد الله الجناحي ويا عبد الله الجناحي وشوت سامح حجازي برافو الحارس عمر الحوشان اظن ما في شيء اللاعب بلس احتكاك اظن
لابد لعبة الهوك يصير فيها احتكاك وشد. أظن الحكم يقول يمكن في خطأ على اللاعب فريق موسد بلاس في طرد تومنت، طرد على اللاعب بلاس. سلامات سلامات يا فريق البحرين. أظن الحكم وهذا الجهاز الطبي نقول سلامات وما يشوف شر لاعب فريق البحرين. ولا تزال النتيجة في تقدم فريق البحرين 6 فريق موسد 2 6-2. الدوري الوطني في بداياته، فريق موسد فريق جيد، تدريبات يومية هو على فريق البحرين، فريق البحرين كذلك يعني ما قصروا. هذا احتياط فريق البحرين. والقرار عند الحكم، الحكم فاليريا. سلامات ما يشوف شر قدام اللاعب فريق البحرين. شوف شر اللاعب عبد الله الجناحي لاعب فريق البحرين. ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم. هذا اللاعب عبد الله الجناحي. ويرجع البك ثاني مرة عند الحكم. أظن في الحكم الثالث، أظن يمكن في طرد على اللاعب فريق موسد بلاس. ترجع ثاني مرة عند فريق البحرين وفريق موسد. هذول الحكام حكام المباراة. وتلعب وياخذها ياخذها محمد. أقرب لها فريق البحرين. وترجع ثاني مرة عند فريق البحرين. فريق البحرين مع البك يحاول يعدي، ترجع وشوت. برافو برافو الحارس. أقرب لها عزيز عزيز. وترجع عند رستم، رستم وشوت. أعتقد البك طلع برا. ويرجع ثاني مرة عند الحكم. حكم مع البك. تلعب ترد ثاني مرة، ترد عند رستم. رستم مع البك يحاول يعدي رستم يضايقه. وترد ثاني مرة عند جون 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 ياخذه وتنقطع منه. ترد عند جون يحاول يقطعها فريق البحرين. أقرب لها عبد الله شاير مع البك وشوت. ترجع ثاني مرة عند عبد الله ساير. ترد عند عبد الله المطوع مع البك. ترد عند محمد وشوت. ترد عند عبد الله ساير.
اقرب لها فريق مسد وترد عند عبد الله المطوع، عبد الله المطوع مع البك ترجع ثاني مره، اظن في خطا على اللاعب وفي تبديل لفريقين، في تبديل لفريق البحرين وفريق مسد، ويرجع البك عند الحكم. مع البك الحكم وتلعب تنقطع منه وترد عند عبد الله المطوع، اقرب لها عبد الله المطوع، ترد عند عبد الله ساير، عبد الله ساير مع البك وشوت عبد الله، ترد عند محمد، محمد يحاول يعدي تنقطع منه، تنقطع عند جون، جون مع البك، جون يحاول يعدي، يحاول يعدي جون، تنقطع منه من فريق البحرين ويهاجم فريق البحرين، سريع سريع اللاعب محمد، محمد يحاول يعدي اقرب للجول، اقرب للجول، وردها عند عبد الله ساير يحاول يشوت، برافو، تنقطع منه وترد عند عبد الله المطوع مع البك عبد الله، ترجع ثاني مره عند محمد، اقرب لها عبد الله المطوع، عبد الله المطوع ويا البك يحاول يعدي عبد الله، ترجع عند عبد الله ساير، عبد الله ساير ردها عند عبد الله المطوع، عبد الله المطوع اقرب لها محمد، محمد يحاول يعدي، يحاول يعدي، تنقطع منه، تنقطع منه، ياخذها جون، جون جون مع البك يحاول يعدي وتنقطع منه، ياخذها عبد الله ساير، عبد الله ساير يحاول يهاجم، عبد الله ساير قريب للجول، عبد الله يحاول يهاجم ويعطيها ثاني مره عند سامح حجازي، سامح مع البك، ترجع ثاني مره عند محمد، محمد ويا البك، برافو، تنقطع منه واقرب لها، اقرب لها فريق البحرين، ترد ثاني مره عند عبد الله ساير، عبد الله ساير رجعها عند محمد، محمد تنقطع منه عند شملان الزيت، شملان مع البك، شملان هو الجول قريب للجول، شملان مع البك، برافو برافو، تنقطع منه من سامح حجازي، سامح حجازي مع البك، سامح سريع ساقرب للجول، سامح سامح اقرب للجول، برافو، تغطية زينة من فريق الشوت، برافو، ترجع عند احمد وليد، احمد وليد ويا البك، ترد ثاني مره عند فريق البحرين وشوت، برافو، ترد عند عبد الله المطوع، تنقطع منه وياخذها فريق مسد، اقرب الجول ويا اللاعب شملان الزيد، ويحاول يشوت ويصدها الحارس، ترجع ثاني مره عند عبد الله المطوع، عبد الله المطوع يعطيها محمد، محمد يهاجم 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 فريق البحرين ويحاول يشوت، برافو برافو الحارس، برافو الحارس عمر الحوشان، ترجع ثاني مره عند عبد الله ساير، عبد الله ساير يحاول يشوت، اقرب لها اللاعب فريق البحرين عبد الله وليد وشوت احمد ساير، برافو، ترجع ثاني مره عند عبد الله ساير، عبد الله ساير برافو عبد الله، يرجعها ثاني مره عند، تنقطع يحاول يشوت وترد عند عبد الله المطوع، ترد عند احمد وليد، احمد وليد يردها عند عبد الله ساير، عبد الله ساير يردها عند محمد، محمد يشوت، هدف 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 لفريق البحرين، هدف لفريق البحرين، لا تزال النتيجه في تقدم فريق البحرين 7 فريق مسد 2، في تبديل للفريقين، في تبديل، ترجع ثاني مرة البك عند الحكم، يرجع البك عند الحكم، تلعب المباراة وياخذها، ياخذها جون وشوت، شوت اقرب لها فريق البحرين يحاول يسدها وترجع عند محمد ويقطعها فريق، وترد عند بلس، بلس ثاني مره وترد ثاني مره وتحاول يهاجم، يهاجم عبد الله ساير، عبد الله ساير مع البك، عبد الله ساير مع البك، وترجع ثاني مره عند احمد، احمد احمد يحاول يشوت وترد عند محمد وليد، يسدها الحارس عمر الحوشان، برافو برافو، اقرب لها احمد وليد ويا البك احمد وليد،
احمد يحاول يهدي اللعب المتقدمين وترجع عند رستم. رستم مع البك. رستم ويا البك وشوت. في انتهاء الشوط الثالث في تقدم فريق البحرين على فريق مسد 7-2. نلقاكم في المباراة القادمة وإلى اللقاء. ورجعنا معكم من جديد مشاهدينا بعد نهاية الشوط الثالث في المباراة بين فريقي نادي البحرين وفريق الكويت مسد بتفوق وفوز نادي البحرين في مباراة اليوم بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين. بالتأكيد ألف مبروك لنادي البحرين هذا الفوز وهذا التفوق ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث والاقتراب من فرق الصدارة. وهارد لك لفريق الكويت مسدس على الأداء وعلى النتيجة وخروج بهذه الصورة خلال مباراة اليوم. قبل أن أنتقل إلى الكابتن أحمد العجمي وتحليله عن الشوط الثالث المباراة بشكل عام، أتمنى السلامة للكابتن عبد الله الجناحي لاعب فريق نادي البحرين. إن شاء الله ألف لا بأس عليك كابتن وسلامات، وإن شاء الله يعني المباراة بشكل عام ما تطلع عن روحها الرياضية. أتمنى السلامة لجميع اللاعبين والتحديد حق الكابتن عبد الله جناحي لاعب نادي البحرين. كابتن احمد ارجع لك سريعا، احداث الشوط الثالث شو اللي صار بين الفريقين وتحديدا كابتن فريق كويت مسد اللي نشوفه مع الطرد يكون اداءه افضل اذا ماني غلطان؟ بالضبط. شوف، اول شيء مبارك لنادي البحرين، يستاهلون اداء ونتيجه للامانه يعني. نعم. الواضح ان مدرب كويت مسد سلم المباراه خلاص. نعم. من يعني منتصف الشوط الثاني عندما أقام بتبديل الحارس. نعم. الحارس كان ماشي صح، قام بتبديل الحارس، يعني معناته خلاص هو يعني فقد الأمل للأسف. سلم المباراة للأمانة، قاعد يلعب على لاعب واحد حر اللي هو ستانلي اللي هو سجل هدفين. كان من المفترض أن تلعب في نفس التشكيلة اللي إحنا قلناها واللي أنت كنت تبدي فيها، ولكن اليوم في شيء في الجهاز الفني لدى الفريق. نعم. يعني لا اعلم ما شو اللي كانوا يخططونه، لان اليوم لا صوره ولا هويه ولا اي شيء فريق كويت مسد. حتى الهدفين جو من
يعني مجهود فردي من اللاعب. نعم. لابد من مراجعة حساباته المدرب. نعم. لأن في هذه الصورة اللي ظهر فيها اليوم ما راح يوصل إلى نعم. ما راح أقول لك إلى أبعد شيء، ما راح يعني ما راح يوصل إلى نقطة زيادة عن اللي هو في اللي هو في رصيده طبعًا. أبدأ من أكثر من هذا. شفنا كذلك عملية النرفزة كابتن وال يعني خروج تركيز اللاعبين، أتكلم عن الكويت لاعبين نادي الكويت موسيس، وتحديداً الثالي اللي انطرد في آخر 6 دقائق من عمر الشوط الثالث، يعني كل هذه الأمور أثرت على أداء الفريق؟ لا أشوف إن عفواً كابتن، إن الثالي هو اللي قاعد يؤدي بروحه بالفريق، يعني ما شاف مساعدة أو 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 يعني مساعدة ملاعبين فريقه على أداء المباراة بشكل جيد؟ لا هو شوف، هو مو هو نرفزه، هو من الطبيعي تشوف الاحتكاك هذا. نعم. ولكن اللي شفناه مو نرفزه، هي عدم اللعب الجماعي ما شفناه. نعم. ممكن هذا اللي نرفز بعض العناصر، لانه ما في ولا دقيقه لعبوا لعب يعني لعبه جماعيه او خلينا نقول لعبه مدروسه او نعم. او سيستم معين. نعم. ف اليوم لابد من فريق كويت موسيت، يعني انا من وجهه نظري يتخذ اجراء تجاه الجهاز الفني، ما بقول المدرب. نعم. الجهاز الفني اللي هو تكنيكال مانجر، الاسس كوتش، الكوتش. نعم. هذا لابد ان يعني يشرحون شو اللي صار اليوم بالضبط، يعني من الواضح ان ممكن في خلاف بينهم وبين اللاعبين. نعم. اللاعبين يعني متعمدين يطلعون بهالصوره. نعم. او العكس، انا ماني عارف للامانه. نعم. الفريق اليوم كان غايب كليا عن اجواء المباراه. صحيح. يعني حتى لو بتلاحظ التسديدات 45 مقابل 13 يعني ترى انت لو تحسبها الشوط الثالث فريق كويت موسس تسديدتين. صحيح. وبالمقابل 15 تسديده للفريق البحريني. نعم. فمعناتها ما ادري شو اقول للامانه، سيطره كامله بالنسبه لفريق نادي البحرين طبيعي بهذا الوضع. نعم. وهذا الصوره اللي ظهر فيها كويت موسس. نعم. من الطبيعي بتشوف السيطره كامله. مبارك لنادي البحرين هذا الفوز وهذا التفوق واقترابه من الفرق المقدمه ب7 نقاط وانفراده في المركز الثالث في ترتيب او جدول ترتيب الفرق في الدوري الوطني للهوكي الجديد. نشوف معك كابتن احمد معكم مشاهدينا الجوله القادمه اللي راح تكون ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم بين فريقي كويت ووريرز صاحب المركز الثاني واللي يسعى إلى الاقتراب من متصدر جدول الترتيب نادي كويت ستارز، وأيضا أمام فريق كويت كاملز صاحب المركز الأخير ومن دون أي نقطة. نتمنى التوفيق للفريقين ولجميع الفرق المشاركة في دوري الوطن للهوكي الجديد. كابتن أحمد أنا شاكر تواجدك معنا وتحليلك لمباريات الدوري الوطني للهوكي الجديد، وإن شاء الله نشوفك في الجولة القادمة. شكر موصول لك إن شاء الله على خير. شكرا لك كابتن، شكرا لك موصول مشاهدينا على طيب وحسن المتابعة. كان هذا كل شيء في استديو اليوم ومباراة اليوم في الدوري الوطني للهوكي الجديد، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في استديوهات أخرى ومباريات ومنافسات أخرى في جميع الرياضات التي تسعى دائما القنوات الرياضية في نقلها، سواء كانت رياضات فردية أو حتى جماعية على مستوى المحلي الخليج العربي كذلك العالمي. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم، هذه تحياتي، طبتم وإلى اللقاء.